بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في عرض على موقع أمازون على سماعات أبل اللاسلكية الجيل الثاني، طبعا على الموديل اللي متوفر فيه ميزة الشحن اللاسلكي بسعر 525 ريال. طبعا هي ما هي متوفرة للشحن على طول، أول ما تتوفر راح يشحنونها لك، لكن أشوف أن السعر مناسب جدا. فعلى سبيل المثال لو جينا قارناها باللي موجود عندنا في السوق المحلي، جرير يبيعها ب 800 ريال أو 799 ريال، هذا السعر راح تحصله أيضا في إكسترا ب 799 ريال. فأنا أشوف أنه أنت راح توفر لو أنت جيت طلبتها من أمازون. فنشغل الآلة الحاسبة، 140 دولار لو ضربناها ب 3.75 راح يعطيك الناتج اللي هو 525، نزيد عليها 5% ضريبة راح توصل إلى 551. الشحن راح يكلفك بالكثير 60 ريال، فراح تحصل عليها ب 611، يعني راح توفر تقريبا لو خصمت سعرها من عند جرير الآن اللي هو 799، تقريبا راح توفر 188 ريال، يعني أكثر من 20% من قيمة السماعة لو اشتريتها من أمازون. الشيء الوحيد اللي راح تخسره لو طلبتها من أمازون أنه ميزة الضمان لسنة، فلو كنت مهتم بالضمان أنه يستمر معك لمدة سنتين أنصحك أنك تشتريها من السوق المحلي، لكن أنا أشوف العرض اللي على أمازون هو الأفضل حاليا. وعشان كذا أنا طلبت سماعتين، سماعة بإذن الله راح أستخدمها، والسماعة الثانية راح تكون هدية للناس اللي يدخلون على رابط التغريدة اللي موجود في وصف الفيديو تحت، يعملون فولو لحسابي على تويتر ويعملون ريتويت للتغريدة، وأول ما يوصل عدد الريتويتات للتغريدة 1000 راح أعلن عن الفائز. هذا اللي أنا حبيت أوضحه اليوم. لو كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا تحت في خانة التعليقات أو سألوني على حسابي في سناب. ياريت تقولوا لي هل ودكم تشوفون مثل هذه العروض واشرحها في فيديوهات منفصلة ولا لا. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.